الأستاذ خالد علي مباشرة من الإمارات العربية المتحدة ومعه كل الكواليس والتفاصيل. أستاذ خالد مساء الورد. أستاذ تامر مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام، ودايما يعني ليك رؤية نظر كده ثاقبة لا نملك إلا إن احنا نصفق ليها الحقيقة. سمعت تعليق حضرتك على الكلام الذي قيل، وطبعا لك كل الحق ولن ازيد عليه في هذه الجزئيه شيء. اشكرك فضلك. اشكرك شكرا جزيلا. قل لي اخر التطورات فيما يتعلق بمحاولات حل الازمه والوصول الى صلح. حقيقه معسكر الزمالك هنا في قمه الاضطراب، يعني في قمه القلق على الثلاثي اللي موجود. الموضوع ليس سهلا تماما يا استاذ تامر، احنا هنا بنخضع لقانون دولة الإمارات والمشاجرات ومثل هذه الأمور لا يمر مرور الكرام، مهما كان الطرف مين ومهما كان قوته مين أو منصبه مين، حتى لو في الدولة ذات نفسها هذه الأمور لا تمر مرور الكرام زي ما قلت لك. تمام. يعني في محاولات إن يعني نتمنى إن الموضوع ينتهي عند غرامة مالية وترحيل من البلد، لأن التعدي على فرد أمن الحقيقة في غاية الغرابة. أنا مش عارف إيه أصلاً اللي وصلنا إلى هذا الحل، إلى هذا الموضوع يعني. الموضوع كانت دونجا كان عاوز ينزل للحكم يأثر عليه وبيشوف، وهو عشان خاطر موضوع الفار وركلة الجزاء والجول آسف والكلام ده كله، فالأمن بيمنعه وعاوز ينزل، فالراجل بيشوف شغله، يعني فرد الأمن بيشوف شغله. طبعا. ما ينفعش تنزل، أنت لعيب على عيني وعلى راسي، بس مش في القايمة، ما تنزلش الملعب، مالكش نزول الملعب. تمام. فيحصل ضرب، أفاجئ إن مصطفى شلبي جاي من بعيد يطلع ويضرب الراجل ويمد ايده على الراجل في 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 مظهر. الحقيقه انا مستغرب يعني ليه مصطفى شلبي عمل كده؟ ليه تطوع من نفسه وعمل هذا الامر يعني الحقيقه؟ لكن الحقيقه ان في يعني المحاكمه العاجله بتاعت بكره، الزمالك بيقوم محامي من اكبر المحامين هنا في دوله الامارات للتواجد مع الثلاثي في محاكمه الغد. كونسولته الحقيقه موجود، الاستاذ خالد البرندالي، السفير المصري، السفير النائب، وزارة الرياضة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي كمان بتتابع الموقف عن قرب وعن يعني. قول لي قول لي يا استاذ خالد بعض قول لي يا استاذ خالد بعض التفاصيل بعض التفاصيل. اولا عبد الواحد السيد ضموه الى احد الاتهام ليه؟ عمل ايه؟ لان كان في اشتباك مع الراجل الحقيقه، يعني اول ما حصل يبقى في نوش كده في المدرجات، جري مجموعه من اللعيبه، وبرده مش عارف ليه اللي كانوا موجودين على الدكه، ميلا عامل المهمات بتاع نادي الزمالك، اول ما شاف ان في خناقه في نوش فجري جري طلع على المدرج، وفي لعيبه كمان بدات تجري، لقيت الكابتن عبد الواحد السيد طالع برده المدرج جري وبيشتبك مع الراجل لفظيا، احنا سامعين الكلام اللي اشتبك بيه الكابتن عبد الواحد السيد. للامانه انا لم ارى ان الكابتن عبد الواحد السيد تطاول على الرجل باليد، ولاحظ يعني حط تحت كلمه اليد دي خط، مش عارف هل كان حصل يعني ضرب بالرجل او لا، لان كانت الدنيا زحمه، لكنه كان قريب جدا من الرجل وكان باين عليه انه منفعل، بيقول له لا ما حدش يقرب من لعيبتي، ما حدش يقرب ناحيه لعيبتي، فما فيش اي ظلم في الموضوع، اي حد وضع اسمه في هذا الموضوع، يعني افرد الامن لا يعرف عبد الواحد السيد ولا يعرف مصطفى شلبي ولا يعرف دونجا ولا يعرف مفهوم. اي حد، هو الراجل اللي هو عمل معاه مشكله هو اللي قدم فيه البلاغ. المشكله اصلا كانت مع فرد امن عادي. صح. مع العقيد كان فرد امن عادي والعقيد بدا يتدخل، يعني خلاص ما ينفعش. والحقيقه كمان الحقيقه كمان انه مع العقيد. الحقيقه كمان انه يعني بعض التبريرات اللي اتقالت انه كانوا فاهمين ان هو مشجع بيرتدي فانيلا حمراء فبالتالي مشجع اهلاوي او كذا، برضو انا في رايي ان ده عذر اقبح من ذنب، اهلاوي او زملكاوي او والله باي حال لا يجوز الاعتداء على اي شخص. كنت اعلق نفس التعليق ده، عذر اقبح من ذنب، هو بني ادم ملهوش علاقه، بني ادم اماراتي، بني ادم مصري، بني ادم سوداني، اثيوبي، انجليزي، كلهم بني ادمين، لازم الثقافه دي يا كابتن تبقى موجوده عند لعيبه الكوره، لان هذا الموقف حدث كثيرا في الدوري المصري، سواء من لعيبه مع مصور مع صحفي، من فرد امن مع مصور. صح. مع جمهور، كل ده والله بيحصل في الملاعب، ولكن في امور طبعا بتروح قضايا ومحاكم وبتاع، بس ما حدش بيعرف عنها حاجه، لكن الثقافه هيفرق ايه مشجع اهلاوي؟ هو الراجل لابس شيرت احمر عادي جدا، شيرت خروج عادي جدا، ولابس شورت ولابس كاب، بس راجل باين من اول طله له، هو راجل مميز لابس شيرت احمر والزمالك بيلعب فيلفت الانتباه شويه. لكنه باين من اول طله ان هو فرد امن مش راجل عادي. مفهوم. هو راجل عمال يلف حوالين الملعب ومعاه جهاز
والامور كويسه. فانا اعتقد ان ده مشجع، ولو ده مشجع اهلاوي تضربه ليه او تمد ايدك عليه ليه؟ بالظبط بالظبط، مفيش مبرر ابدا للاعتداء ايا كان السبب. قول لي بس عشان ناكد المعلومه، حتى اللحظه حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي انا وحضرتك، نادي الزمالك لم يصدر اي بيان اعتذار او تاسف او اي شيء. علامات استفهام كبيره، علامات استفهام كبيره لنادي الزمالك، حتى الان ما فكرش انه يصدر بيان اعتذار، مع انهم بداخلهم وبينهم من بعض معترفين ان في خطا حصل من الثلاثي، خاصه مصطفى شلبي اللي تعدى تعدي واضح التقطته كل الكاميرات. كل تفكير نادي الزمالك دلوقتي في مباراه الاهلي في مصطفى شلبي بدونجا في عبد الواحد السيد هيعملوا فيها ايه. كان في اصوات بتقول ان احنا نطلب تاجيل مباراه الاهلي 24 ساعه، ولكن طبعا الطلب ده حتى لو تقدم بنادي الزمالك هيقابل برفض شديد. النادي الاهلي عنده مباراه يوم 29، فمش هينفع يلعب يوم 25 يرجع مصر 26، طبعا مش هيتمرن مرن 27 و28 بس، وبعد كده يلعب ماتش العين يوم 29، فصعب جدا. بالاضافه ان مجلس ابو ظبي برضه هيرفض، لان الدوري الاماراتي هيبدا يوم الجمعه، في ماتشات جمعه وسبت في الدوري الاماراتي. فالموضوع لا، نتمنى ان الموضوع بكره يا استاذ تامر يعدي على خير، وان شاء الله لما يعدي على خير كل المنظومه تتعلم. بس انت قلت جمله في البدايه كده عايز بس اتاكد منها، انت قلت يا رب ترسى بكره على ان يبقى في غرامه وترحيل للثلاثي، هو ده ممكن يحصل؟ يعني هو ده اللي انت شايف انه ممكن يكون حاصل؟ يعني من الناس المصريين اللي قعدنا معاهم هنا وقالوا الحاجات اللي زي ديت ما بتعديش، ومهما كانت اي حد ومواقف قبل كده حصلت ممكن ترسى على ترحيل وغرامه. هل ممكن يدي براءه بعد التصالح؟ قالوا دي بتبقى حالات نادره ان هم بيدوا فيها براءه بعد التصالح، والقانون قانون يا استاذ تامر، ملهوش علاقه باي حد. فانا بتوقع توقع، وطبعا انا مفيش توقع في القانون الاماراتي، لكن انا بتوقع من الحاجات اللي حصلت واللي سمعته هنا ان هي ممكن يبقى فيه غرامه وترحيل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد علي، كان معنا على الهواء مباشره عبر الهاتف من الامارات العربيه المتحده، واصفا ومعلقا على تطورات الازمه اللي حصلت بسبب اعتداء ثلاثي الزمالك على فرد امن في الاستاد اثناء مباراه الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كاس السوبر المصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا تداعيات خناقة دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد في دولة الإمارات العربية الشقيقة، إحنا بنلعب كأس السوبر المصري في دولة عربية شقيقة غير مصر، فطبعا الدنيا كلها قايمة والدنيا كلها عمالة تتكلم على إن هم لسه محجوزين لحد دلوقتي وهيتعرضوا بكرة تاني، لسه محاكمة بكرة، محاكمة عاجلة، علشان يعني انا مش فاهم انا بصراحة. يعني احنا في مثل بيقول لك ايه، يا غريب كن اديب. احنا في دولة غريبة، ما ينفعش تطلع السوشيال ميديا جايبه لي شوية فيديوهات قديمة تقول لك ما الاهلي راح المغرب وعمل مشاكل هناك وعمل 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 وعمل. لا طبعا احنا ما نقارنش الكلام ده كله ببعض. الزمالك عملت مشكلة في السعودية، عملت قبل كده ثلاث اربع مشاكل في دولة الامارات. كل دولة وليها قانونها، وكل واحد حر في قانونه، وكل من اخطأ لازم يتعاقب. سابوا كل ده والنهاردة بعملين يتكلموا على موضوع كهرباء. موضوع كهرباء يا جماعة موضوع تأديبي بحت من الادارة، والادارة هي اللي تخص فيه، ومحدش ليه دعوة، ما يخصش حد فيها خالص، ما يخصش حد. على نفسي اللي يتكلم على قده، يتكلم في حدود خصوصياته وفي اختصاصاته، بس اتكلم في ناديك، اتكلم على الازمات اللي بتعملها انت. النهارده احنا معرضين ان الثلاثه يترحلوا، يعني دونجا وشلبي وعبد الواحد يترحلوا. فين لجنه الانضباط من الكلام ده؟ فين وزير الشباب والرياضه؟ فين كل الكلام ده؟ فين الاتحاد؟ فين جمال عدلان؟ فين الناس دي كلها؟ ما حدش بيشوف الناس دي غير بس في مصايب النادي الاهلي فقط لا غير. انما يطلع حد يتكلم على نادي الزمالك وعلى الازمات اللي طالعه ومفتعله دلوقتي على نادي الزمالك، احنا شايفينها، ما حدش بيفتعلها، هم اللي بيعملوها كده في نفسهم. هنا في قانون، في نظام بيمشي على الكبير وعلى الصغير، فلازم الكل يحترمه. مش هنتخطى الحدود وهنتخطى كل الكلام ده ونرجع نقول لا ده في تعند على نادي الزمالك، لا ما فيش الكلام ده. هنا ناس بتحترم القانون وبتحترم الكبير قبل الصغير. يا ريت نفهم كده ونطبق القوانين دي اللي احنا بنشوفها حوالينا، معلش يعني، علشان نعرف نمشي. احنا بنشوف اللعيبه بتنزل هي
هي وزوجاتهم واولادهم وبنشوف مدربين ولاعيبه سابقين بينزلوا، حاجه مسخره. احنا ما عندناش قانون وما عندناش رياضه بالمره. اولا واخيرا كل واحد حر في قوانينه.